السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الـ OSPF. طبعاً الـ OSPF نوع آخر من الـ Routing Protocol، طبعاً أسرع وواسع الاستخدام. أوكي. فطبعاً أنا ما هشرح النظرية، النظرية أنا شرحتها مسبقاً في دورة MTCNA الشهادة الأولى. إذا أنت دارس الشهادة الأولى، سواء كنت متابعني أو دارس في مراكز خارج مثلاً أو مراكز في دولتك، المفروض أنه أنت تعرف النظري من الـ OSPF اللي هو Open Shortest Path First. وإذا حبيت أيضاً ممكن تطلع عليها في الويكيبيديا، ومواقع كثيرة بتشرح عن الـ OSPF كنظري، لكن إحنا حندخل بهذا درس لي العملي. طيب خلونا نشوف كيف نعمل الـ OSPF. طبعا انا عندي الـ Network بهذا الشكل. اوكي، في عندي سليمانية، وهذا Network الداخل سليمانية، ويربط نفسه مع كركوك وبغداد. ايضا بغداد بيتجه لأربيل، وفي أربيل عندنا كلاود، وعندنا في كركوك، وعندنا ايضا يذهب لموصل. في موصل عندنا Network داخلي، وايضا من موصل الى انبار. في عندنا ايضا انبار عندنا Network داخلي، وايضا يربط نفسه مع بغداد. اضافة النايبرات، طبعا الريب configuration او الـ OSPF configuration نوعا ما طريقة عمل الـ configuration لها في داخل مايكروتيك جدا متشابهة، ليست نفس الشيء لكن متشابهة. خلونا نشوف كيف راح نعملها. اوكي. طبعا في البداية تحتاج الى انه انت كل المايكروتيك اللي عندك تعمل ريسيت من الدروس السابقة، تعملها ريسيت. فخلونا نشوف اذا نعمل بين مثلا بين سليمانية وبغداد وكركوك، نضيفهم مع بعض في OSPF. طيب هيك حالة احتاج الى سليمانية، ليست سليمانية، هذا صور سليمانية، هذا انبار، خلينا نشوف، هذا بغداد، اوكي نحتاجه، هذا انبار، هذا موصل، هذا سليمانية، مرتين عدنا انبار. اوكي خلينا نغلق هذا، نفتح وين بوكس اخر ونختار كركوك. كركوك كونكت مربط، خلينا نجرب الثاني، كونكت مربط، كونكت نو، كونكت ذاتس ات. طيب هذا ايضا كركوك. خلينا نشوف الاي بيات الكركوك كيف كانت. دي اتش سي بي كلاينت، لاحظت 3 7 1 3 7 1، تمام هذا كركوك. وعدنا ايضا في سليمانية عدنا 1 2 0 1 2 0، وبغداد هو 7 6 2 7 6 2، تمام. طيب الـ OSPF حتى أبرمجاني، أول شيء حذب السليمانية كبداية point. طبعا أذهب للـ Routing، في Routing أختار OSPF. في الـ OSPF عندي الـ Interface، الـ Interface أوتوماتيكياً يقوم بإضافتها. طبعاً الـ Interface إحنا نحتاجه مثل الـ RIP ما ذكرنا، مثل ما ذكرنا في الـ RIP إنه إحنا لو عدنا تخصيص معين ممكن نضيفه في الـ Interface. الـ Instance نلاحظ إنه هو Default واضع لـ Instance، الـ Running No، سبب إنه غير شغال لأنه إحنا ما ضفنا أي Network، لاحظ الـ Network فارغ. فأنت عندك الـ Instance حيكون هو Default الموجود في الـ Instance، أوكي؟ ما تغير فيها اي شيء، هو بيعطيك انستانس. نتوركس حنضيف فيها نتوركس، كل نود موجود في هذا الراوتر. الاريا حنلاحظ انه في ديفولت باك بون اريا، اوكي، والاي دي اريا هي الديفولت. طبعا للرواتر من ضمن الاريا، غير مهم انه يكون عندك باك بون، لكن الرواتر اللي تختلف، يعني في رواتر في اريا معينه ورواتر اخرى في اريا معينه، في اريا اخرى خلينا نقول عندنا اريا اي واريا بي، في هيك حاله لازم تكون عندك باك بون. اوكي هذا الباك بون زيرو، لازم يكون عندك باك بون اوكي في الاريا المختلفه. طيب هنا عندنا اريا رينج، اوكي هنا ممكن نعرف الاريا اللي احنا بدنا نعرفها. باتش واخر عندنا اي ثينك في ال، ما بظن انه في شيء اخر نشرح. هنا عندنا الانستانس، اوكي هذا الديفولت انستانس، ما عندنا شيء بيها. طيب خلونا نجي على ال نتوركس. في النتوركس احنا حنعرف باك بون جديد، اوكي الاريا حتكون باك بون لان هو اوريدي انت عندك هنا في الانستانس، سوري في الاريا عندك باك بون، لاحظ هو حيجمعهم.
طيب هنا انا حضيف من؟ حضيف الرينجات، يعني عندي الرينجات اللي موجودة هي هذا اوكي، هذا الرينج من النتورك حقوم بإضافتها، لاحظ قمت بإضافتها، ايضا حضيف الاثنين اوكي وايضا حقوم بإضافة الصفر اللي هو داخل سليمانية. هذا لو عرضنا شوية اكشي هذا صفر اوكي. اذا قمنا بتعريفها، نفس الشيء بالنسبة لمن؟ بالنسبة للباقي اللي في مثلا عندك بغداد، ايضا نذهب للاي راوتينج عفوا، نذهب للاو اس بي اف، الاو اس بي اف نذهب لي، لاحظ الانستانس في عندك الديفولت وفي عندك الباك بون في الاريا. هنا نجي على النيتورك نجي نعرف مثلا السبعة اوكي، حنعرف ايضا الاثنين كم نود انت عندك، حتقوم بتعريفها طبعا اللي بدك انه يكون من ضمن الاو اس بي اف. هذا ايضا كوبي ضعها بهذا الرينج زيرو اوكي. انا في الراوت ليست انا حمسح شيء، لاحظ لا مش هذا، في الراوتس هذا انا حمسحها اوكي لانه مش عايد لها اوكي. وهذا ايضا هون حلاقي انه عندي في الراوتينجز هذا بياخذ من الانترنت حمسحها لانه ما عندي الديفولت راوت. وعندي هنا أنا في كركوك نفس الحالة، اذهب للراوتينج اذهب للاو اس بي اف، لاحظ انستانت ديفولت ما عندي مشكلة فيها، وايضا الاريا هي باك بون اللي هو الديفولت اوكي. هنا أنا اجي على النيتوركس اقوم باضافة النيتوركس، احتاج الى الاي بي دي اتش سي بي كلاينت، لاحظ هنا انت عندك ثلاثة اوكي لايك ذس، لكن هذا عمله صفر، وفي عندنا السبعة هذا اللي داعش احذفه حوله الى النيتورك، وعدنا الواحد اوكي بهيك شكل. طيب اذا بهيك حالة احنا عرفنا الكل. خلينا نشوف لو اجينا على ال this is سليمانية، هذا كركوك، لاحظ لو اجينا على لو اجينا على الانترفيس، نلاحظ في الانترفيس اوتوماتيكيا قام باضافة الايثرنت لمن؟ ايثرنت 1 ايثرنت 2 ايثرنت 3 على اساس الاي بيات اللي احنا قمنا باضافتها. اضف الى ذلك انه احنا في عندنا الديزاين راوتر وفي عندنا باك اب. لو نلاحظ هنا في كلمة نايبرز، بمعنى احنا في عندنا في النيتورك نايبر اوكي، في عندنا الايثرنت 2 والايثرنت 3 في عندنا نايبرات اوكي. لو نلاحظ هنا خلينا نشوف في الانترفيسز، هنا ايضا عندنا 1 نايبر اوكي، هنا خلينا نشوف انترفيسز ايضا عنده 1 نايبر اوكي، هنا عنده 1 نايبر. طيب خلينا نشوف هنا عندنا بغداد، اذا رحنا لبغداد لاحظ الكونفيجريشن لهذا النايبرز كيف يكون، يعني كيف يحدد النايبر؟ طبعا يحدد النايبر على مجموعه عوامل، مثلا هنا انت عندك ايثرنت 2 اللي هو نايبر، خلينا نشوف اللي هو الايثرنت 2 هذا بمعنى هذا اوكي بالنسبه لكركوك، وعندك الايثرنت 3 10 1 0 0 12 اللي هو هذا 1 0
هنا أنا. هذا هذا هذول اثنين هو نايبورد. اوكي اضف الى ذلك انه انا في كركوك في شيء اخر ما ضفته في النيتورك. في كركوك احتاج ايضا اضيف انسايد كركوك داخل كركوك انا لم اقم باضافتها داخل كركوك اللي هو 444 ما قمت باضافتها. ما يحتاج الى DHCP client عفوا لانه انا عملت static. فانا هاخذ هذا الرينج اوكي واقوم باضافتها سوري ليس الانترفيس في النيتورك اقوم باضافتها رايت كليك بيست اوكي لاحظ قمت باضافتها. لو اجي على الانترفيسز الاحظ انسايد كركوك دخل ويتينج بينتظر يسحب القراءه حتى يشوف اللي هو ديزاين راوتر او من النايبر. اوكي وايضا هنا لو اجي على الانستانس الاحظ الانستانس الرننج اصبح يس اوكي الرننج اصبح يس في كل الاطراف. طبعا انت مجرد باضافه النيتوركس هتلاحظ انه الانستانس اصبح يس. لاحظ هنا ايضا الانستانس اصبح يس ما عندك اي مشاكل فيها. طبعا بالنسبه للباك اب عفوا للنايبرز لاحظ هذا ما عنده نايبر اوكي شرط حدوث النايبر انه يجب ان يكون بنفس الكوست البرايورتي هو نفسه نفس الوقت الاثنتيكيشن كي يجب ان يكون نفسه النتورك تايب يجب ان يكون نفسه اوكي وعندك هنا الترانسميشن الهلو انترفال عفوا والراوت ديت انترفال الهلو انترفال يجب ان يكون اثنين في الطرفين نفس الشيء اوكي وعندك الام تي يو ايضا اوكي يجب ان يكون بالطرفين نفس الشيء حتى يعتبرها كنايبر. هاي احد الشروط يعني انه انه يكون نايبر. ولو اجينا على الراوتس اللي هو فيها داتابيز للاي بيات لاحظ هنا انت عندك هذه مجموعه اي بيات قام باضافتها للنايبرز. لاحظ هنا عندك الصفر اوكي لاحظ كل الاستيت بيعتبر من الانترا اريا بمعنى انه كلهم في اريا واحده ضمن نطاق واحد اوكي وهنا انت عندك الكوست اوكي لاحظ هنا 10 الكوست هنا 10 الكوست هنا 20 الكوست اللي هو بين 10 6 0 0 20 بمعنى انه مرتين الكوست هو مره واحده انت عندك قفزه لاحظ هنا 20 بمعنى قفزتين انت عندك اوكي لاحظ هنا 10 7 12 اللي هو يجي له من بغداد هذا كركوك اللي يجي من بغداد لاحظ هذا من بغداد هذا بيحسب بقفزتين 1 2 بينما هذا هو قفزه واحده فقط من هذا النيتورك الى داخل كركوك اوكي داخل الراوتر اوكي ما قصدي انه اي بي لا داخل الراوتر اوكي فقفزه واحده لكن هذا قفزتين قفزه من هنا قفزه من هنا بعد ذلك يدخل على الراوتر فهذا هو الكوست اوكي هذا ايضا 20 لاحظ اللي هو 10 1 0 اوكي عندك هذا الكوست وعندك هذا ايثرنت 2 اند 3 لاحظ بهذا يجي من الطرفين بهذا يطلع لك الكوست 20 هنا يطلع لك 20 لانه يجي لك من الايثرنت 3 والايثرنت 2 من الطرفين بيجي لك هذا الشيء لانه اوريدي ايضا كونكتد يعني ممكن يجي بهذا الشكل او ممكن يجي بهذا الشكل اوكي فحسب الباثين مع بعض هذا الكوست اوكي تنقل هذا الانترفيسز اللي بيجي لك من عنده الجيت واي اوكي لاحظ هذا ديستنيشن ذاتس ات هذا بالنسبه لي المن هاي بالنسبه لي اوفر فيو بسيطه عن الاو اس بي اف بالدرس القادم حناخذ موضوع اخر اكيد مستمرين مع الاو اس بي اف لهنا نقول لكم مع السلامه.